السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بطلبة الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هنبدأ معاكم درس جديد، المعادلات. درس المعادلات ده سنة خمسة من أهم الدروس اللي هتقابلنا بعد كده كتير. نبص بعد كده المعادلات دي يا مستر، أو المعادلة يعني إيه أو تعرفها؟ هي جملة رياضية يا مستر تحتوي على أرقام أو رموز وتتضمن علاقة أو علامة تساوي بين طرفين. حل المعادلة المقصود بهنا إيجاد قيمة المجهول أو الرمز الذي تحتوي عليه المعادلة. يعني مثلا ما يدينا مثلا معادلة زي دي كده يا مستر، س زائد 3 بيساوي 8. أحلها إزاي يا مستر حل رياضيا صحيح أو جبريا؟ بص معايا هنا يا مستر، أنت عندك 3 هنا عايز تخلص من اللي عايز تخلص منها، يبقى هقول بطرح 3 من الطرفين، بطرح 3 من الطرفين. أضيف هنا ناقص 3 وهنا ناقص 3، مش ديت هتروح مع ديت؟ هيديني صفر، يبقى س زائد صفر بيساوي 8 ناقص 3 5، يبقى س بكام؟ ب5. كذلك يا مستر هنا، هنا هتقول س ناقص 2 بيساوي 5، هتقول له بإضافة 2 للطرفين. طب يا مستر إمتى أقول بإضافة وإمتى طرح؟ لو عندي هنا ناقص يبقى هتضيف، لو عندي هنا زائد يبقى هنقول له بطرح. اضيف هنا مرة 2 ومرة 2، الاتنين ديت هتروح مع ناقص 2 دي، يبقى يديني صفر، يبقى س هنا بتساوي 7. تعال نبص في الشريحة اللي بعدها. بيقول لك حل المعادلات الآتية. عايز هنا مستر س زائد 7 بيساوي 15، عايز هنا قيمة السين، يبقى أقول له بطرح 7 من الطرفين. احنا اتفقنا قلنا لو دي زائد هنقول له بطرح، طب لو ناقص هنقول له إضافة، يبقى هنقول له هنا بطرح 7 من الطرفين. هنا زائد 7 خليها ناقص 7 بيساوي 15 ناقص 7. السبعة دي يا مستر هتروح مع دي، يبقى س بتساوي 15 ناقص 7 يديني 8. النقطة اللي بعد كده 2 س زائد 5 بيساوي 17، يبقى برضه هنقول له بطرح 5 من الطرفين. تاني هنقول له بطرح 5 من الايه؟ الطرفين. يبقى هقول له هنا 2 س زائد 5 ناقص 5 بيساوي 17 ناقص 5. الخمسة ديت هتروح مع دي، يبقى 2 س يا مستر بيساوي 17 ناقص 5 بيديني 12. هيديني كام؟ 12. هقول له يا مستر انا عايز الس ولا 2 س؟ لا يا مستر انا عايز الس، يبقى هقسم على اللي جنب الس اللي هي الاثنين. اما اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، الاثنين ديت هتروح مع دي، اتفضل لي السين بتساوي 12 على الاثنين فيها الستة، يبقى قيمة السين يا مستر فعلا باتنين. عايز اتأكد يا مستر المسألة دي صح ولا غلط، خد السين دي وعوض بيها هنا، مش دي اتنين مضروبة في سين، يعني اتنين في ستة بكام؟ ب12، 12 وخمسة 17، يبقى انت كده حلل المسألة ديت صح. تعال نبص في المسألة اللي بعدها. س ناقص 2 بيساوي، س ناقص 2 يا مستر بيساوي 33، يبقى هنقول له هنا بإضافة 2 للطرفين. دايما بتخلص من اللي جنب السين اللي هو ده، سواء زائد أو ناقص، يبقى له س ناقص 2 زائد 2 بيساوي 33 زائد 2. ديت هتروح مع دي يا مستر، يبقى س بتساوي 33 و2 35. النقطة اللي بعدها 2 س ناقص 9 بيساوي 3، يبقى هتقول له هنا بإضافة 9 للطرفين. يبقى 2 س ناقص 9 زائد 9 بيساوي 3 زائد 9.
الناقص 9 مع زائد 9 يروحوا مع بعض، 2 س بيساوي 3 و9 كام يا مستر؟ 12. قلنا ان نتخلص من اللي جنب س بالاسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين. يلا يبقى س هنا بتساوي ديت هتروح مع ديت، 12 على الاثنين فيها الست. النقطة اللي بعدها، لو انا عندي 2 س زائد 9 بيساوي 21، تاني 2 س زائد 9 بيساوي 21. قلنا هنا هنقول له بطرح التسعة من الطرفين، يبقى 2 س ناقص 9 زائد 9 بيساوي 21 زائد ناقص 9. ناقص 9 تروح مع زائد 9، يبقى 2 س بيساوي 21 يا مستر هيديني هنا 12. بالاسم على الاثنين قاسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، ديت هتروح مع ديت، يبقى س بتساوي 6. النقطة اللي بعدها، 4 زائد س بيساوي 9، تاني 4 زائد س بيساوي 9. هقول له هنا بطرح الأربعة من الطرفين، يبقى هنا يا مستر مش احنا اتفقنا الجمع عملية بدلية، تعال نبدلها كده وقول ناقص 4 وهنا 9 ناقص 4، يبقى هنا ديت هتروح مع دي، الس بتساوي 9 ناقص 4 5. المسألة اللي بعدها، 2 س ناقص 15 بيساوي 7، تاني 2 س ناقص 15 بيساوي 7. هنا يا مستر هتقول له بإضافة 15 للطرفين، يبقى 2 س ناقص 15 زائد 15 بيساوي 7 زائد 15. ده هيروح مع ده يا مستر، يبقى 2 س بيساوي 7 و15 22. هقسم على اللي جنب الص بالاسم على الاثنين يا مستر، هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، دي هتروح مع دي، يبقى الص بتساوي 11. المسألة اللي بعدها، 2 س ناقص 3 بيساوي 11، تاني 2 س ناقص 3 بيساوي 11. هقول له هنا بإضافة 3 للطرفين. احنا اتفقنا قلنا ديت لو ناقص هنقول بإضافة، لو زاد هنقول بطرح. طب احنا عايزين نتخلص من ناقص 3 دي، يبقى نضيف لها 3، يبقى 2 س ناقص 3 زائد 3 بيساوي 11 زائد 3. ديت هتروح مع دي، اتفضل لي 2 س بيساوي 14. بالاسم على الاثنين، هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، السين دي الاثنين ديت هتروح مع دي، يبقى اتفضل لي السين، السين بتساوي 14 على الاثنين فيها كام يا مستر؟ 7. نبص في الشريحة اللي بعدها، كون معادلة لكل حالة من الحالات التالية، ثم حل هذه المعادلة. بعد ما تكونها مستر حلها لي، بيقول لك عدد أضيف إليه 3 ينتج 9، تاني عدد أضيف إليه 3. هنفرض إن العدد ده وليكن س يا مستر، أضيف يعني زائد إليه 3 أهو، ينتج كام؟ 9. يلا يبقى هنقول له هنا بطرح التلاتة من الطرفين، يلا يبقى س زائد 3 ناقص 3 بيساوي 9 ناقص 3، ديت هتروح مع دي يا مستر، يبقى س بتساوي 6. المسألة اللي بعدها، ضعف عدد، هو أنا لو عندي يا مستر لو عدد س يبقى ضعفه 2 س مضافا إلي 5 زائد 5 ينتج كام؟ 9. يلا عايزين نتخلص يا مستر من 5،
يبقى نحط ناقص 5 هنا وناقص 5 هنا، يبقى 2 س زائد 5 ناقص 5 بيساوي 9 ناقص 5. يبقى نقوله هنا بطرح 5 من الطرفين، ديت هتروح مع دي، يبقى 2 س بيساوي 4. بالاسم على الاثنين هنا وهنا، يبقى س هنا هتطلع ب 2. المسألة اللي بعدها يا مستر بيقول لك لو نصف عدد، يا مستر نصف عدد يساوي 7، يبقى نص، هنفرض ان نص العدد س بيساوي 7، عايز اتخلص منه يا مستر. مش هنا نص، هضرب هنا في 2 وهضرب هنا في 2، ديت هتروح مع دي، يبقى س هتساوي كام؟ 14. عدد هنا اذا طرح منه، هنفرض ان العدد ده س، طرح منه قلنا الاول ناقص الثاني، يبقى س ناقص 5، اصبح الناتج كام؟ 8. يبقى هنا س ناقص 5، زود 5 طرف ايمن وطرف ايسر، ديت هتروح مع دي، يبقى س هنا بتساوي 8 و5 13. المسألة اللي بعدها بيقول لك ثلاث أمثال عدد مطروح منه 5. تاني، ثلاث أمثال عدد مطروح منه كام؟ 5، ينتج 16. ثلاث أمثال يبقى 3 س، مطروح منه كام؟ 5، ينتج كام؟ 16. يبقى هنزود 5 طرف أيمن وطرف أيسر، يبقى 3 س ناقص 5 زائد 5 بيساوي 16 زائد 5. ديت هتروح مع ديت، 3 س بيساوي 16 يا مستر، و5 21، بالاسم على الثلاثة، يبقى س هنا هتطلع بكام؟ ب7. ثلاث أمثال عدد يساوي 27، ثلاث أمثال، هنفرض إن ثلاث أمثال العدد دول يبقى 3 س بيساوي 27، بالاسم يا مستر على الثلاثة، هنا على الثلاثة وهنا على الثلاثة، ديت هتروح مع دي، يبقى س هنا هتطلع ب9، 27 على 3 فيها ال9. وبكده نكون خلصنا درسنا سنة 5، وأتمنى إن احنا نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.